إذا كنا بقى احنا نريد الإصلاح يبقى لا يتكلم في الدين إلا من معه رخصة حقيقية. رخصة حقيقية رجل كبار العلماء يمتحنوه بشرط اللي يمتحن يكون عالم. ما يكونش زي اللي امتحن في يوم من الأيام في مديرية الأوقاف القاهرة. وهو بيدخن وبيقول لي اقرأ لي من سورة البقر. أنا مرضيش أدخل عليه. مرضيش أدخل عليه الولي اللي كان معايا يعني كاد يبكي عشان أدخل. قلت له أنا أدخل امتحن عنده. قال لي معلش زل لي ساعة بس ناخد المسجد. ناخد المسجد ليه؟ لأن في واحد له صولة وجولة في الحي قام مقدم فيا شكوى وقام جايب واحد من كلية إعلام أو سياسة واقتصاد حاجة زي كده. كلها عاملاها كلية إعلام قسم الصحافة. طبعا والله يا إخوانا أنا حضرت له خطبة ما كان عارف يقرأ القرآن. هو اللي بيجيبه اللي بيقرأ من المصحف ما كان عارف يقرأ علمه. فالراجل بقى كان وكيل أول وزارة التخطيط الله يرحمه إذا كان مات أو يعني عافيه إذا كان عايش. ده قال لي انا معلش تعالى معايا وزل لي ساعه بس ناخد الجامع ونرجعك تاني. خلاص قالوا له هات وامتحن. رحت امتحن قال لي كده افتتح المقاله بالبقر اقرا لي حاجه من سوره البقر. عمال اقرا وهو بيدخن. قل لي حديث طويل. تقول ايه يا مولانا؟ صفحتين ونص مثلا ثلاث صفحات اربع صفحات. مش شرط ما يكونش اللي بيمتحن من العينه.